السلام عليكم. استعرض لكم كهف زرته في منطقة تركيا اسمه كنت كارفن في منطقة ديفون في الجنوب الغربي من بريطانيا. هذا الكهف قديم جدا، يعود لعصور بائدة قديمة، يحتوي على الكثير من الحفريات وجدوها والتكلسات العجيبة وبأشكال جدا جميلة. بعض الحفريات اللي وجدوها حتى الحفريات بحرية، كائنات بحرية كانت موجودة في العصر القديم قبل لا تتشكل القارات. وإن كان الكهف الآن موجود في سفح جبل، فهذا يدل أن هذا الكهف كان تحت المحيطات. الكهف رائع، وفي نهايته في متحف ممكن أي أحد يزوره ويتفرج عليه.